السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، وظاهر ليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. إلا حلقة الله حلقة 41 كفار 41، إلا الخطوة الثانية تحقق الخطوة الأولى بديل دار الأرقام دي بناس أعلى، إلا خطوة اللي هي يعني الهجرة إلى الحبشات. النبي صلى الله عليه وسلم الخطوة قال عيد كفوة ناس أيا وقل من ناس أيا وميتا، والهجرة كفوتها لمثل نتابع إن شاء الله الهجرة إلى الحبشة. الخطوة الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة بعد أن تأكد أن النجاشي ملك عادل لا يظلم عنده أحد. النبي صلى الله عليه وسلم أقول أذا ولنا يا مشركين، وقال قال وراء الأصحابات قال لهم اللي هاموا هاجروا فقروا من أنصار جيسو بدينكم مهاجرين دامنا جيس دامنا لقعد بديروا من أكان بقال أكان لسافر وقال أكان لقيس للهرب بدينوا مرادون دي قبي بدينوا لهاجرتوا وإلهم مهاجرين. النبي صلى الله عليه وسلم يسك الحبشة جيسة بيلا يوم أدعث بيلا الليل بعد أن تأكد أن النجاشي ملك ملك عادل لا يظلم عنده أحد. النبي صلى الله عليه وسلم تأكد اللي ملك اللي للنجاشي ملك عادلته أوري ذلم عدل بديبو ولا نفر اللي ديبو اللي يجيسو، لأنه كل إنسان عادلته وقدام ديبو مجيس ممكن أستفيد وأروحتهم لحافظه ودينهم لحافظه بيلا كالنبي صلى الله عليه وسلم أرحى يوم وأشار أقلهم وقام يوم جيسو بيريم صلى الله عليه وسلم. وفي رجب سنة 5 من النبوة، في رجب يعني دي بوارحنة الرجب حامسة سنة من النبوة النبي صلى الله عليه وسلم بين دقب هاجرت أو هاجر أول دفعة من المسلمين. أول دفعة إلا دي بشهر رجب سنة 5 هاجروا من المسلمين إلى الحبشة أول هجرة إلى سنة العبد. وكانوا 12 رجلا وأربع نسوة، وكم على عددهم؟ أسر كلا ناس وأربع سيد علو. رئيسهم كان عثمان بن عفان، رئيسهم وأميرهم العلا عثمان بن عفان الأموي رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أول بيت يهاجروا في سبيل الله. وتم أول بيتهم للهاجروا في سبيل الله بدينهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية سيتو زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم حرها دي فاطمة، لكن للرقية علت باكو. وهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. حقوا النبي الله إبراهيم وحقوا سيدنا لوط أول هاجروا المسلمين عثمان بن عفان وزوجة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم توم دير نبي الله إبراهيم وحقوا لوط هاجروا في سبيل الله النبي عثمان بن عفان ورقية بنت رسول الله توم. عثمان رئيسنا إلى جماعات على والسنة 5 من رجب من النبوة إلا صحابة عصر كروت نفر أنتم وأربعة سيد ومن فنقيهم رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها عثمان بن عفان علو. خرج هؤلاء الصحابة سرا في الظلام أو في ظلام الليل قاصدين ميناء شعيبة جنوب جدة، وكان من قدر الله أنهم وجدوا سفينتين تجاريتين فركبوهما حتى وصلوا إلى الحبشة. لا لف قرو جبت المد أورندير اليوم قصدهم هيني ودنيتهم ولا تجاههم لميناء شعيبة دي بجدة اللي قصدهم علو وربه يعني إن قدر أقلهم كلا سفينة تنحياهم سكلا سفين ناي تجارة لشاقياتها وديبت عنو لهم الصحابة وأبه يعني الحبشة بطحو. طبعا لقبي إلا قبي مسوعته يسوق إثيوبيا مباشرة عربوني وأبله يعني أنا ده حنا يعني أول مدرنا لك هذا وأول الهجرة حناته
انبل والا حقته من سواع اول صحابه من دونهم عثمان بن عفان ورقيه بنت رسول الله لكيده ومدرته ولا مدر اللي تاريخ بديبو ولا تاريخ اللي قال تحفز بو مسلمين دينهم وبتاريخهم قال حافظوا بوم وقل اللي حفظوا بوم قل من التاريخ ربنا فضلي بومتو دي مدروم صحابات قال لي كيدو وصحابات قال لهم تو وعثمان بن عفان ورقيه بنت رسول الله قال لهم تو. أما قريش فلما علموا بخروجهم هاجروا وغضبوا وأسرعوا في آثارهم حتى يلقوا عليهم القبض ويردوهم إلى مكة ليواصلوا التنكيل والتعذيب ويصرفوهم عن دين الله، لكن المسلمين فاتوهم إلى البحر فرجعوا خائبين بعدما وصلوا إلى الساحل. قريش يعني اخبركم سلا سمعوا قول لهم عد قول لهم جماعات قول لهم صحابات عيد عندنا سو عندك ما كما عندك ابا طب عندك دالو فقروا وسافروا اي جاي سهلوا لخبركم سلا امروا مره واحد قاعد طبوا وزعلوا وكوي جاب انا بيلو واحد طبطو وبقيت بقيت شاف قد عند لسوق العروم جيسو وقلت بوطوم كما كان قلب لو سوم طبطوم وقل عزوبوم وقل إذاهم تأذاهم وتعذابهم وقل لنا كل أبوهم وقل دورهم يبقى قل واصلوا ودي ومن ديننا النبي صلى الله عليه وسلم قل صرفهم من دين قل أوعورهم من دين قل أبطورهم للحد العلو، لكن الله سبحانه وتعالى هي آوية السرى للمسلمين قدميهم بدرهم كرب حرب أضحوا وطعنوا وأبوهم جيسوا صحابت وقل لهم هيني خائبين أنتم أقبلوا حقوم على ساحل بحر بعد حو أريد أن حيوم أريد ركبوا وأقبل له يعني الله سبحانه وتعالى الأول المهاجرين لهم صحابة اللهم عزرك الأوت نفر دي بشهر رجب سنة حمس من نبوة بقية عثمان بن عفان عصر كريناس وأربع سيد دنتم كم سر اللي ربي حفظ يوم وبسلامة مرحبا شبات حو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى مين وعلى آله وصحبه ومن والاه. لبلد لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حلقة الله حلقة 42 تا 4 وكريتا بكفار الله دي مدت هاجيتا حقورا هجرات النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة سلك الأود من نسب وأربعة من ناس بالرجل السلام حقرهم وهجروا بيليا مسكة الحبشة وهجروا دي بحلقة الحبة تهاجينا دي حقوها موافقتنا يا المشركين للمسلمين وسجودهم في سورة النجم دي بقى ان انتاجيتوا حقوها حقوها على قتلها وتون جيسو والي المشركين النبي صلى الله عليه وسلم اندقري حتى نحل سورة النجم اندقري ديب كعبة ما تقدر ديب الكعبة ما تقدر وتوم نكبرة مع يوم رؤساهم وعلمائهم كلهم قصوا يا معلو والنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدر وسورة النجم قرأ سورة النجم كم سر قرأ لهم سجدوا كلا قرأتوا ولو موافقتنا يوم تشركوا من هذو سجدوا منا تلاوة لقرم ومنا يا ذا قدمنا ليس معه لا سمعوا به كألا رأس الله لعنوان الله يبرد تهاجيته وحقها إن شاء الله متبهلو والحديث الذي وكمان إذا منزل السمع إن شاء الله موافقة المشركين للمسلمين وسجودهم أو سجودهم في سورة النجم. وفي رمضان سنة 5 من النبوة نفس سنة الهجرة سنة 5 من النبوة أي بعد هجرة المسلمين بحوالي شهرين عثمان بن عفان وأصحابه وهاجروا في شهرين سنة 5 هجرية سنة 5 حقوق الأشهر والهجرة سنة حوش الهاجر وصحابه رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد الحرام مسجد فقرة وحول الكعبة جمع كبير من قريش فيهم ساداتهم ورؤسائهم مجموعة قلي حدد بدوح الدام بالحام قصوا يا معلو ديب الكعبة حول الكعبة المشرفة وكمان يقول لهم قصوا يا منا وجهتهم منا حيسامهم منا عبيهم منا سبقتهم ديب عالو حدرا عالو لكبارنا يوم وساداتهم وكانت قد نزلت عليه سورة النجم يقول له كتب له سورة النجم تريد على من القرآن الوحيد بالنبي صلى الله عليه وسلم فقام فيهم وأخذ يتلوها فجاء يعني فجأة كده طوال باقة يوم مبل واجاب مبل موعد مبل قلن دي يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال سورة الله تعالى تلاوة قرأيا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم قرأ وكان أروع كلام سمعوه قط يعني أجمل هي لا حيسة هي لا طعم هي لا قرمت هي قدم لا ليس محوا هي تلا سورة النجم تمر سمعوا قدم سمعوا يكون هي اللي هي اللي سمعوا يكون فاندهشوا لروعة هذا الكلام وأخذ منهم كل ما أخذ أكامت حديبهم تقربهم والله يخضان هي أكامت حديبهم الحين هذه اللي هي لا أكامت حديبهم وأثرت ديبون دي بنفسهم لمن هي أخالة جميلة رائعة هذه من فصلت أتي هدياتا أنا ما لسا معا ما يكوني فبقوا يستمعون إليها مبهوتين ساكتين تم بندبي لو دهي اند أبدو كلهم لبهم ذكروا كلهم سمعوا علو وسمعوا علو حتى إذا تلا في خواتيم السورة زواجرة وقوارع طارت لها القلوب وتلا فيها خير في الأخير فاسجدوا لله واعبدوا نقرر على تأخر سورة تأخر سورة النجم حاجات لب الباب لفرغ منها والباب لرجف منها ودي قروب لتقيس أشياء ناي قيامان ناي قلين ناي عذاب ناي اللي حاجات انتبه لتتودي ردوا القراءة مرة لبوم كريم عرو وأخيرا هيني فاسجدوا لله واعبدوه بيلا وخر ساجدا النبي صلى الله عليه وسلم طوال السجدة حقول له آياتنا سجود دي وبعد حال آيات السجدة وقراء هتوم كمان من دي يشعروا كلهم سجدوا جميعا سجدوا ولم يملكوا أنفسهم طوال سجدوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بلا شعور يعني. وروى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها
فما بقي أحد من القوم إلا سجد. فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا، فلقد رأيته بعد قتل كافرا، فقد رأيته بعد قتل كافرا. وهو أمية بن خلف قتل يوم بدر. أمية بن خلف العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل علوته. الإمام البخاري كمان حديث عندي صحيح نايو الحديث اللي رواه الحديث اللي خبر لها بينا لخبر العمت قال خبر الراوي الحديث اللي رواه الإمام البخاري تو عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وابن مسعود الحديث البخاري رواه وابن مسعود رواه والنبي صلى الله عليه وسلم قال قرأ سورة النجم سورة النجم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وسجد وتكم سجد الجماعات لحضرام العرب من قريش كلهم بحول الكعبة على سجدوا وناس ورد منهم قبل من اليو كنا ساء أو من نحس أبناء هت إن قبل قبل الهراسة وتبو صوت عربي عن اللان كافي يعني بيلا واللي النبي صلى الله عليه وسلم بيلا وحقها يعني دي الكفر لما يجري يكو بيلا ودي الكفر موتا وهتو ومية بن خلفتو يعني عمل بدر موتا لأنه بدير النبي صلى الله عليه وسلم نوق على أنا قد أطلقات وإلى بالعادة والنبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أنا أطلق بيليو دي بحلقة الحرفة سمعنا وقلوا ما يا ابن خلف دي عمل بدل موتا لحلقة الله دي وابد الله الدولي عمل عنا ودي بالله موافقة المشركين للمسلمين وسجودهم في سورة النجم التهارينا دي بقى لكان ذاتا إن شاء الله تكون حلقة المسجد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.